السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيها أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونبحث فيها مع الصحفيين والكتاب والمحللين مجمل ما تناولته الصحافة من أحداث. وضيفنا لهذه الحلقة رئيس تحرير صحيفة الصحافة الصحفي صالح السريمي، ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، والبداية من صحيفة أخبار اليوم. الضالع: اتفاق على رفع النقاط العسكرية وتبادل الأسرى والحراك ينفي. الأمسي: على هذه القيام بمسؤولياته والتنحي لأنه المسؤول الأول عن عنف الحوثي. شبوة: الثأر يحصد 4 أشخاص ومسلحون يهاجمون اللواء الثاني مشاة بحري بالكاتيوشا. صحيفة المصدر: اتساع رقعة المواجهات بهمدان ولجنة الوساطة تفشل في وقفها، وعشرات الأسرى تنزح من عدة قرى بالتزامن مع توفر المسلحين من صعدة وسفيان. تصاعد الخلاف بين الحوثيين وفارس مناع على خلفية فساد في مشروع الإعمار. الحكومة تناقش آلية تنفيذ مخرجات الحوار وتوصيات قرار مجلس الأمن الأخير. صحيفة الجمهورية: الرئيس يؤكد ضرورة العمل الجاد لتجفيف منابع الفساد. البرلمان يستدعي وزيري النفط والمالية لتوضيح أسباب عدم توفر الديزل. لجنة حكومية لصياغة خطة تنفيذ مخرجات الحوار. محاكمة 7 متهمين ببيع أراضي الدولة لمواطن سعودي. ضبط رقوق قرآنية بحوزة مسافر صيني في مطار صنعاء. الاستكشافات النفطية بالجوف مستمرة. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية: صحيفة الوحدوي: همدان تدخل خط النار وهو خوف من دخول المحوي دائرة الصراع. الصحونت: وزارة التربية تدين تفجير مسلح الحوثي مدرسة طارق بن زياد في ثلا عمران. محافظ الجوف يتفقد مواقع الاستكشافات النفطية ويستمع لمطالب المواطنين. الحوثي: لن نسلم السلاح وسنستمر في مشروعنا دون أن ترهبنا أي قرارات ولا أي ضوضاء إعلامية. الخبر: مقتل أحد عناصر القاعدة في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار بمنطقة العرق بمارب. عدن أونلاين: ناصر وبعوم يطالبان البيض بالتنحي في لقاء جمعهما ببيروت. التغيير نت: محكمة الأموال العامة بصنعاء تقر نشر أسماء المتهمين الفارين في قضية المبيدات المدفونة بالجراف. الأهالي نت: في خطوة مفاجئة وزير الداخلية السابق يعيد 3 سيارات كانت بمعية حراسته إلى الوزارة. في الصحافة العربية نتابع أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. البيان الإماراتية: مصادر: هادي يكلف الجايفي وهلال والحاوري لوقف القتال بين الحوثيين والقبائل في ضواحي صنعاء. السياسة الكويتية: قبيلة يمنية تتهم الحوثي بالتخطيط لإسقاط العاصمة والنظام. عكاظ السعودية: قيادي يمني الحوثيون يعرقلون الدولة. في صحيفة الثورة كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقالا تحت عنوان: الفقر هو الإرهاب الحقيقي. أكد أن الفقر في الوعي السياسي وفي أسلوب الأداء الاقتصادي وفي القيم والأخلاق وفي أسلوب التعامل مع المستجدات وفي الرؤية هو الإرهاب الحقيقي في اليمن على وجه الخصوص وفي الدول العربية والإسلامية على وجه العموم. أكيد يجزم أن مشكلتنا في هذه البلاد وربما في سائر الأقطار العربية والإسلامية أننا نتوقف حائرين تجاه النتائج الراهنة ولا تعطي أدنى اهتمام للأسباب التي أدت إلى هذه النتائج، وهو شأن الأنظمة المتخلفة وعلامة من علامات الإحساس المتأخر بالمشكلات بعد فوات الأوان. وكما واضحا منذ البداية أن مشكلتنا ومشكلة أشقائنا
هنا في الوطن العربي وهناك في العالم الإسلامي هي مشكلة إهمال الأسباب التي أدت إلى المخاطر الراهنة، وهي في أساسها مشكلة فقر بكل أبعاده ومعانيه، فقر في الرؤية وفقر في الوعي السياسي وفقر في أسلوب الأداء الاقتصادي وفقر في القيم والأخلاق وفقر في أسلوب التعامل مع المستجدات وفي طريقة التعامل مع الخارجين على القانون. كل هذه المستويات من الفقر الشامل هي التي وضعت البلاد في هذا المنعطف الخطير ووصلت بها إلى هذا المنزلق الذي يتوقف الخلاص منه ومواجهته بالإجماع والوعي الاستثنائي وشعور بأن سفينة الوطن إذا ما غرقت في محيط هذه المشكلات فإن المسؤولية يتحملها كل اللاعبين في الساحة السياسية وأن الغرق سيكون حتما من نصيب الجميع. ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا هنا في الاستوديو الزميل صالح الصريمي رئيس تحرير صحيفة الصحافة، مرحبا بك. في البداية في صحيفة عكاظ السعودية، قيادي يمني الحوثيون يعرقلون الدولة، ماذا يقصد؟ القصد من هذا التصريح هو أن الحوثي يعني بما يمتلكه من عتاد عسكري نهبه أو استولى عليه أو سلم له من قبل الرئيس السابق، يعني اليوم يستخدم هذه القوة وهذا العتاد العسكري والفوضى المسلحة لغرض عرقلة سير أعمال الدولة وأيضا الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى أن ما يقوم به الحوثي اليوم يعتبر تحدي لقرار مجلس الأمن الدولي، يعني ورسالة واضحة على أنه لن يستسلم للقرار الأممي القاضي يعني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأيضا الوقوف بقوة اتجاه من يقف أمام تنفيذ هذه المخرجات. طيب الحوثيون عندما يتمددون بهذه الغطرسة، يعني مثلا في همدان، يعني ربما هي مجرد ضوضاء إعلامية أو وربما هناك شيء أساسي ساعدهم في هذا الأساس في الانتشار في همدان. هي ليست مسألة تمدد. أن الأنصار إحنا في حوار سابق في حلقة سابقة تحدث معك على أننا اليوم نتعامل مع المؤتمر الحوثي العام وليس المؤتمر الشعبي العام. من يقوم اليوم بالأعمال هذه ومساندة العناصر المسلحة الإجرامية هو المؤتمر الشعبي العام في محافظة حمران وأيضا في مديرية همدان. الغرض منها يعني إعطاء يعني صورة بأن الوضع مقلق وأن الأمور يعني أصبحت على حافة وأن الحوثي خلاص قالوا على مشارف صنعاء وأنه يعني لم يتبقى من مواطني يعني أمانة العاصمة إلا أن يرفعوا راية البيضاء للحوثي. من هذا الضجيج اليوم على سبيل المثال، أنا كنت عندك الآن قبل شوي، يعني على سبيل المثال هذا عنوان الحوثي يستولي على حمدان. يعني كيف يستولي؟ لو سألت أنا قاعد عسكري وش معنى الاستيلاء، قال يا أخي نحن بحاجة إلى 90 دبابة ولا 3 ألوان لفرض هيبة الدولة على هذه المنطقة. ماذا يمتلك الحوثي حتى يفرض هيبته عليها؟ هو يمتلك مشايخ المؤتمر الشعبي العام اللي يقول إحنا كنا في الساحة نرحب بالثوار، واليوم الأخوة مشايخ المؤتمر يرحبوا بالفوضويين بعد ما يتم تفجير أي بيت أي منزل من منازل إخواننا المواطنين في 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 همدان. المنازل بعد المنازل والمساجد بعد مباشرة يتم استضافة الحوثي على كباش المؤتمر الشعبي العام في همدان وصحف قيادات المؤتمر الشعبي العام وصحف المؤتمر الشعبي العام تنزل اليوم الثاني على أن الدنيا خلاص قد انتهت وعلى أن الحوثي قد سيطر وعلى ما باقي إلا أن نتمم لعبد الملك الحوثي ونقول استلم الدولة وإحنا نبحثنا عن مكان آخر. يعني كشعب
وبالتالي هذه هي زوبعة إعلامية أكثر مما هي يعني حقيقة على الواقع. كنت أتواصل مع أحد الزملاء اليوم من الإعلاميين، يا أخي أيش اللي بيحصل في همدان، أيش اللي بيحصل، بنقرأ صحف الدنيا محلقة، قال والله يا أخي لا 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 تقرأ ولا هذا، الدنيا عوافي جدا ما فيش أي شيء. الحوثي صحيح إنه بمساندة قيادة مؤتمرية فجر بعض بيوت الخصوم السياسيين، مدرسة فجر مدرسة فيها حكومية يدرس فيها 450 طالب، وهم الآن في العراق. نعم 450 طالب في ثلع دمرت مدرسة طارق اليوم زياد. مدرسة طارق بن زياد اللي يعني دمرت قبل يومين، اليوم الطلاب في العراق. هم قالوا هم كانوا يعني نزل عنوان على أنها ملك لأحد الأحزاب وهو افتراء، لكن نقول يعني إذا كانت هذه المدرسة الأهلية التي بنيت بنفقة الأهالي وبنفقة فاعلي الخير، فأين مدرسة أحمد علي عبد الله صالح؟ وأين مدرسة الحوثية البديلة حتى يدرس هؤلاء الطلاب فيها؟ اليوم 490 اليوم 490 طالب في العراق، ما دخل المدرسة في الخلافة السياسية؟ طيب لماذا الحوثي يعني يستهدف المدارس التي يمكن دور العلم؟ نعم. نعم. المساجد، بيوت، بهذه الرغبة، بهذه الشهية التي تكتظ بالإجرام. هذا هو السلاح أصلا، هذا هو سلاح الشعب، هو السلاح التنويري الذي يستخدمه الشعب اليمني. السلاح الحوثي أكثر ما يقلقه هو العلم، وأكثر ما يقلقه هو الوعي لدى الشعب. هو متعود على أسلاف أجدادهم، كانوا يعلموا الناس تحت الشجر، وفي مناطق أو مراكز تسمى معلامة، يعني فصل واحد كان والذي يدرس المحظوظ بالدراسة في هذه المعلامة، كما رديت على الزميل عبد الكريم الخيواني، قلت المحظوظ في عهد أجدادكم، عهد الإمامة، كان المحظوظ الذي يدرس في هذه المعلمة هم يعني قليل جدا، مش يا ريت أنكم كنتم تعلموا الناس كلهم في المعلمة، لكن كما يبدو أنكم أصبحتم تغتاظوا من المدارس، تغتاظوا من المساجد، أصبحت تشكل لكم قلق، لأن هذه الأماكن يعني أماكن تنوير لأبناء الشعب اليمني. وبالتالي الحوثي بميليشياته وبالتعاون مع الذي شعروا أنهم فقدوا مصالحهم مع الثورة، وعلى أن المستقبل القريب في أي انتخابات لن يستطيعوا أن يعودوا إلى مجلس النواب، أصبح للأسف الشديد أعضاء مجلس النواب عن هذه المناطق وبعض المشايخ يتعاونوا مع هذه الحركة لغرض يعني إغلاق السكينة العامة، ولغرض عرقلة مخرجات الحوار الوطني، ولغرض الالتفاف على الدولة. لكن نحن نقول أنا لدينا أمل كبير جدا على أن الشعب اليمني لديه من الوعي، ولديه ولديه القدرة على الحفاظ على الدولة وعلى الحفاظ على هؤلاء المشايخ الذين يعني تهللوا بدخول الحوثيين إلى مناطقهم، وكما قلت ذبحوا الكباش. أيه. لأنهم دمروا بيت صاحبهم ودمهم ولحمهم. لكن مثلا هل تعتقد أن مصير هؤلاء المشايخ الذين يتبعون المؤتمر كما وصفته الحوثي العام سيكون نفس المصير الذي لقام فارس مناع، أن يجرجر صاغرا ذليلا إلى ضحيان لأن يحقق معه أحد يعني هل تعتقد أن يعني مصيرهم نفس المصير؟ يعني أنا أقول أنه مشكلة فارس مناع أنه في طوق داخل صعدة ما يقدرش يخرج، لأنه في منافذ مسيطر عليها الحوثي بميليشياته المسلحة، فارس مناع حوصر في منزله وحوصر في المحافظة، حتى ما يستطيعش يخرج من داخل محافظة صعدة. أقول للأخوة يعني قيادات المؤتمر الشعبي العام في همدان، لقد أعزكم الله بالجمهورية، أعزكم الله سبحانه وتعالى بالجمهورية يعني وعشتم احرار، فلا ما بش داعي انكم تعودوا الى العبوديه من جديد، الى العكف، وسيكون مصيركم اذا استمريتم على هذا المنوال. سيكون مصيركم مصير فارس مناع في الاجتياز الى السجن والتحقيق معكم لدى عبد الملك الحوثي، وانما لدى عنصر من عناصر عبد الملك الحوثي. اقول لهم يعني الجمهوريه هي ابقى لكم. احنا عندما خرجنا من الساحات كشباب ثوره، أو لما خرجنا إلى الساحات لم نخرج من أجل نقول لكم، إحنا قلنا خلاص من أجل أنكم تغادروا السلطة ويعني وتأتي ولازمنا شركاء معكم حتى الآن، وكان الغرض يعني أن نأتي بانتخابات حرة ونزيهة ويصعد من صعد، لكنكم أنكم تأتوا لم يعني تأتوا وتنتقموا من الجمهورية على يعني 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 بالتحالف مع الإماميين يعني علي وعلى عيالي. طيب مثلا هم يعني همدان في التاريخ هي
يعني ثأرت لليمنيين بقتل ثلاثة نعم. من أئمة من الأئمة الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا، وربما أن هذا يعتبر شيء من الثأر على قبيلة همدان لمواقفها النضالية، سواء في ثورة سبتمبر وأيضا في ثورة فبراير كان لها شهداء كثير. همدان أبناء همدان يغرر بهم وهم ثوار أبا عن جد، وهو يغرر بهم على أن الصراع الآن هو صراع ما بين جماعة وجماعة، وللأسف هم ما يعرفوا يعني هذا ما يغرر وما يعني بينما يغرر عليهم المشايخ وأعضاء يعني وقيادات بعض قيادات الدولة الموجودين هناك على أن المسألة هي مسألة بين فلان وعلان أو بين جماعة وجماعة. الهدف هي الجمهورية، والهدف هي مقدرات الأمة، والهدف هو عودة الإمامة مجددا والعبودية مجددا. لكن حتى هذا إن شاء الله لن يعود بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة يعني ماذا يعني عندما تأتي وسائل إعلام ويقول لك الحوثي يستولي على قرية، أيش يستولي على قرية؟ ما في هذا القرية فيها مفاعل نووي أم ماذا فيها؟ أم عليه جزء من إسرائيل وجزء من أمريكا؟ هي ليست استيلاء حقيقة، هي زوبعة إعلامية وصناعة بعبع ليس إلا. وإذا ما قرر الشعب اليمني بالدفاع عن ثورته وعن كرامته وعن دولته وعن جمهوريته، فأعتقد أن الحوثي سيكون هو الخاسر. وأنا أقول للأخوة الحوثيين عمر الفكرة المفروضة بالقوة بالسلاح تموت لن تبقى. وما دام أنت مؤمن بفكرتك أنها فكرة جيدة وعلى أن هذه الفكرة فكرة تنويرية، لماذا تفرضها بقوة السلاح؟ ولماذا تدمر يعني اللي هي مراكز التنوير أصلا المتمثلة في المساجد والمدارس؟ لماذا تستهدف بيوت المواطنين؟ هل هذه هي المسيرة اللي تسميها المسيرة القرآنية أم هي المسيرة الشيطانية يعني؟ طيب طبعا هو العمل عندما تدمر بيت هذا يعني عمل شيطاني، هذا عمل شيطاني ليس له علاقة بالقرآن الكريم ولا بالقرآن ولا بالدين ولا بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما أول ما دخل المدينة بنى مسجد. الحوثي أول ما يدخل منطقة حق العصابة يهدم المسجد، أول ما يدمر المسجد. طيب يعني إذا ما تحدثنا في عنوان أخير في صحيفة في موقع الأهالي، وزير الداخلية في سابقة هي نادرة من نوعها بعد فيصل بن شملان يعني يسلم ثلاث سيارات كانت عهدة من وزارة الداخلية بكل يعني ليضرب مثلا ناصعا في النزاهة يعني أنا أقول لك بصراحة أنها ليست بدعة. سبق اللواء قحطان سبقه الدكتور عبد الوهاب الديلمي حفظه الله ورعاه، هذا الهاشمي الأصيل سبقه أن لما كان وزير عدل سلم يعني عندما انتهت فترته أتى للوزارة وسلم سيارته. سبقه يعني عدد من الوزراء، هناك وزراء نظيفين جدا حتى في الحكومة السابقة منهم الدكتور عبد الرحمن بفضل وغيره 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 الكثر. هكذا تعودوا يعني الرجال الأوفياء على أنهم عندما ينتهوا في مهامهم في الحكومة يعيدوا ممتلكات الدولة إلى يعني إلى 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 الدولة أو للوزارة أو للمنشأة التي كانوا يعملوا فيها. وهذا يعني إذا دل على شيء الخبر يدل على نظافة وعلى نزاهة وعلى وطنية اللواء عبد القادر. في الخبر أنه نادر يعني لم يحصل ذلك في أي وزير داخلية تقلب. نعم مصر. في وزير داخلية أنا معك صحيح، لم يسبق الوزير داخلية أن قام بما قام به اللواء قحطان في تسليم سيارته وسيارات المرافقين التي كانت معه ويعيدها إلى الوزارة. في وزير سابق أول ما خرج من الوزارة في أخبار أخذ 70 طقم. يعني إحنا نطالب الأخ هذا على الأقل يعني خذ طقمين ورجع الباقي للدولة، لأن إحنا نعيش في حالة انفلات أمني بسبب شحة الإمكانيات. طيب الصحفي والزميل صالح الصريمي رئيس تحرير صحيفة الصحافة، شكرا جزيلا. حياكم الله تعالى. مشاهدي الكرام وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من الدكتور فتح العزب على صفحتي في الفيسبوك، دعا الدولة إلى نزع سلاح الحوثي مؤكدا أنها أصبحت مقلقة للحياة والسلم الاجتماعي. التعايش السلمي بين مكونات المجتمع دعامة أساسية في البناء والنهوض الحضري وإشاعة الطمأنينة، لأن الله عز وجل يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وفرضه بين الناس لحفظ الله بنيان الإنسان وعمارة الأرض واجب أيضا. ويبدو أن الجماعة المسلحة لا تعرف هذه المعاني القرآنية والإنسانية، فأيديهم على الزناد عاجزين عن الاعتراف بالآخرين في الحياة والضرب في الأرض للمعاش. لقد أقلقت هذه الجماعة حياة الشعب اليمني بأعمالها العدائية،
وجعلت الشعب اليمني في حالة استنفار للدفاع عن نفسه، وما كان لهذه الجماعة أن تقوم بهذه الأعمال الطائشة إلا بهذا السلاح الثقيل الذي وقع بين يديها من النظام السابق وغيره. لقد أصبح نزع السلاح منها ضرورة وطنية وواجب شرعي، وألا تدخر الدولة جهدا في نزعه بشتى الوسائل، وأن تتضافر كل الجهود لردعها وتحويل مسارها المسلح إلى مسار سياسي يتعايش الناس على أرض الوطن بسلام. الدكتور محمد الأفندي على صفحتي في الفيسبوك كتب عن أسباب تفكيك شرعية الدولة: إن من أحد المقاصد الجوهرية لثورة التغيير السلمية هو الحفاظ على الدولة من الانهيار، ولكن بروح وجوهر التغيير وليس باستعادة منظومة الاستبداد. فالتغيير الحقيقي هو العاصم من القواسم، قاسم انهيار الدولة. وإن كانت رائعة مقولة ما بعد التغيير، يختلف جوهريا عن ما قبلها في إطار الأفق والرؤية التي تفتقت بها عقول وحكمة اليمنيين في وثيقة الحوار الوطني، فإن ما يضاهيها في القوة والتأثير من حيث التوقيت والمكان والقضية. ومقولة أن مرحلة ما بعد الحوار تختلف جوهريا أيضا عن ما قبلها، إن الحكمة بدون رؤية هي مجرد متاهة، وأن العجز عن القدرة سوء إدارة، وأن تسير المتناقضات بنموذج الكيل بمكيالين يفكك شريعة الدولة. فهل الآن الأوان لاستعادة هيبة الدولة؟ الصحفي عبد الملك شمسان على صفحته في الفيسبوك كتب عن لعبة المشايخ الموالين لصالح في همدان والجوف وأرحب: في عمران، أرحب، الجوف، همدان هي لعبة المشايخ الموالين لصالح الذين سلمهم للحوثي. سيظل هؤلاء يعبثون بالبلاد بدعم وتخطيط صالح، ومن خلفهم من لا يزال يوالي في مؤسسة الدولة من محافظين ووكلاء ومدراء أمن ومن إليهم. الحوثي ليس شيئا يذكر، فقد جربه اليمنيون كثيرا ولم يكن ينتصر في معركة إلا معاركه مع الحرس والجيش في صعدة، وفق اللعبة التي كان صالح يلعبها في الحروب الست. هي اليوم لعبة صالح كما كانت بالأمس، لكن شكلها اختلف. ذلك كل ما في الأمر، إن كان في الرئيس والأطراف الأخرى من يهمه الأمر. الدولة العميقة في مصر كان موضوع توكل كرمان عبر تغريدة لها على صفحتها في تويتر: طالما بقت الدولة العميقة في مصر فسيبقى هناك مدخل عظيم لتكرار الاستبداد وعودته على الدوام والحل في الدولة اللامركزية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها، وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.